السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا يا ريت تعمل لايك حالا للفيديو، اللي بيتابعنا لاول مره يا ريت يشترك معانا بالقناه، وما تنساش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. كره القدم قلنا مليون مره انها للمتعه، ومن حق اي حد انه ينتقد اي حد داخل المستطيل الاخضر على ادائه. إبراهيم سعيد في الآونة الأخيرة بينتقد مجموعة من اللاعبين، يعني شفناه بينتقد اللاعب بهر المحمدي في نادي الإسماعيلي على أدائه، وقال إنه أدائه لا يليق بنادي الإسماعيلي يعني، وبينتقد محمود علاء مش بس بسبب مباراة النهاردة، لكن اللي بيحصل النهاردة من زوجة محمود علاء شيء أوفر بصراحة يعني. الناس بتتكلم، لا هو اتكلم عن بيته إبراهيم سعيد، لا انتقد شخص محمود علاء، لكن هو شايف ان هو مدافع قليل وحقه ان يشوف ده. وانا واحد من الناس اللي متابعينا قلنا ان محمود علاء جنب المسلوسي ثغرات في نادي، وبقول محمود علاء ومستر اسيست والناس كلها بتتكلم يعني فتره الاخيره، وكارتينون نفسه بعده فتره بسبب ادائه غير الجيد يعني. فابراهيم سعيد انتقد محمود علاء مدافع نادي الزمالك على أدائه في مباراة اليوم أمام نادي الزمالك، وبيهاجمه أو بلاش بينتقده من فترة يعني. فالكلام على ما يبدو إن ما عجبش زوجة محمود علاء، والموضوع تطور بينها وما بين إبراهيم سعيد، وتحس إنها واس كل واحد كده زي ما بيقولوا بالبلد بفرش الملاية اشتغل، فرش الملاية اشتغل، والست اللي بتمشي جوزها قصص إبراهيم سعيد ده عسل والله، والله عسل يعني. وهو ماشي بشكل كويس يعني اللي شوف ابراهيم سعيد زمان غير دلوقتي يعني، ربنا موفقه وربنا يهديه وملتزم بشكل كبير، لكن زوجت ما انا شايف ان زوجه محمود علاء بتحتك بيه يعني. تعالوا نشوف ابراهيم سعيد كان نشر انتقاد زي ما قلت لحضراتكم كوره، وقال كان المفروض يسحب محمود علاء وينزل محمد عبد الغني، رايه وجهه نظره مثلا، وشايف ان محمد عبد الغني افضل من كوره، ما كانش في بيته ولا اسرته ولا شتمه ولا، وبعدين قال من 2019 انا شايفه ان هو اتكلمت وانتقاد من 2019 مش من النهارده يعني. فاتكلمت زوجة محمود علاء وقالت ايه؟ ليا تعليق على واحد مريض مش وراه حاجه يعملها غير انه يكتب على تويتر كل ماتش، مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء، مش شايف في الفرقه كلها غير محمود علاء كل ماتش. محمود علاء بقول لك لسه بنتكلم في لسه امبارح بيتكلم عن مباراه الاسماعيلي وبهر المحمدي، مباراه النادي الاهلي لسه منتقد اداء بهر المحمدي، غير انه يكتب على تويتر وقاعد وبينتقد مش شايف الملعب غير محمود علاء، مش شايف في الفرقه كلها غير محمود علاء كل ماتش. عايز اقول لك على حاجه، انت تاريخك ايه اصلا جنب محمود؟ شوفوا هنا دي النكته بقى، هنا دي النكته. لما تتكلم عن محمود علاء نفسه مش زوجة، مع احترامنا للاشخاص، محمود علاء مش زوجة محمود علاء، لما يجي يتكلم عن ابراهيم في عالم كرة القدم لازم يقوم يقفل. لأن ابراهيم سعيد بطولاته مع النادي الأهلي حدث ولا حرج، ابراهيم سعيد لو ركز شوية في الاحتراف كان يبقى في منطقة تانية لما راح ايفرتون وسبغ شعره ورجع والكلام ده، ابراهيم سعيد لو كان مركز تاني في الملعب، ابراهيم سعيد يا أخي رجعه حسن شحاتة، هو كان موقوف أو ما بيلعبش بقاله فترة ما بيتدربش، رجعه قبل بطولة افريقيا وخد معاه بطولة افريقيا من احسن مدافعين. ابراهيم سعيد بطولاته مع منتخب مصر حدث ولا حرج يا استاذه، لا بطولاتك ايه، تاريخك ايه اصلا جنب محمود، تاريخه ايه هو اللي جنب ابراهيم سعيد، والله حاجه بتضحك يعني. قال لك عايز اقول لك على حاجه، انت تاريخك ايه اصلا جنب محمود، ممكن نقارن بالارقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه، طب قارني حضرتك، قارني، هات ورقه وقلم وقارني، شوف البطولات اللي خدها مع النادي الاهلي ايه، شوفوا البطولات اللي خدها مع منتخب مصر ايه، والبطولات اساسا اللي لعبها محمود علاء او مشاركته مع منتخب مصر قد ايه يا استاذه اللي بتتكلمي. قال لك ممكن نقارن بالارقام، انا ما دافعش عن ابراهيم سعيد كان بالعقل وبالمنطق يعني، هنا بنتكلم كوره. فقالت ايه؟ بنقارن بالارقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه علشان تتكلم عليه وتفضل محروق منه كده كل ماتش، كل ده علشان هنا بقى الضحك، كل ماتش كل ده علشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك، ومين اللي يتكلم مين؟ ومين اللي يتكلم مين؟
ولا عشان عمل لك بلوك على تويتر فالموضوع بقى مرض نفسي بالنسبة لك، تحب انزل صورتك اللي متصورها معاه وحضنه كمان، اتكلم على الفرقة كلها واخطاء الفرقة كلها، كفاية مرض نفسي وقرف بقى. ابراهيم سعيد كان رده قوي، رد ناري زي ما بيقولوا كده. اولا قال لها، اولا الصورة ده كان فرح حضرتك تقريبا، يعني الصورة اتصورت معاه في فرح وكنت مدعو ورحت صور تقريبا ومناسبة، يعني اتصورت في مناسبة واول مرة اشوف الصورة دي اصلا، وطبيعي اي حد بيتصور معايا بتصور عادي، يعني ما قصة علشان اتصور معايا، مش قصة يعني عشان اتصور معايا اطلع اتكلم عنه كويس، ايه العلاقة؟ ايه العلاقة اللي اطلع بقول رأيي في الكورة وماليش دخل انت لجنة او انت لجنة او مش لجنة، ملهاش الصورة، او كأن ما ابراهيم سعيد هو لجنة ملهاش الصورة برضو، مش فاهم ما انا بتصور مع مصر كلها، ايه علاقة الصورة ان انا بتصور معاها؟ هل معنى الصورة انا معجب بأداء واول؟ وقال اولا مش برد على نسوان ممشية رجالتها، اولا مش برد على نسوان، ده رد، ده كلام زوجة محمود علاء، مش موجهة الكلام لشخص، وابراهيم سعيد برضه موجه الكلام مش موجه لشخص بعينه، انا بنقل لحضراتكم كلام زوجة محمود علاء وكلام ابراهيم سعيد. قال لك اولا مش برد على نسوان ممشية رجالتها، لان لو في راجل هعرف ارد عليه كويس قوي، ده لو راجل اصلا والكلام كله كده، انا ولا اعرفه ولا عمري شفته اصلا، وشغل النسوان ده مش بحبه، وشكلها الامور متبدله في البيت، متبدله في البيت، في واحد اي بدور الراجل اي بدور الست. يعني زوجة محمود علاء يعني كتبت برضه على صفحتها على الانستجرام، قالت والله اعرف ان في ست تبقى ماشيه بيتها وبميت راجل، انما راجل يقوم بدور الستات؟ هو انت كلامك كانك بتعترف ان انت اللي ماشيه بيه، طب والراجل ده بيعمل ايه في البيت؟ قال لك والله اعرف ان في ست تبقى ماشيه بيتها وبميت راجل، انما راجل يقوم بدور الستات دي اللي غريبه شويتين. يعني مش فاهم ايه هو بيقوم بدور الستات في، يعني على الاقل انا واحده محافظه على بيتها وجوزها واولادها وعارفه اللي ليا واللي عليا ومحافظه على بيتي وجوزي، الدور الباقي على اللي اتاخد على قفاه، كلام هنا كبر يا جماعه، الدور الباقي على اتاخد على قفاه من مراته هربت منه، عارفه ان البلوك بيضايق والله معذور. امور اتبدلت يا جماعه، خلي الكوره لاهل الكوره يا جماعه، بلاش الزوجات والاسر تتكلم، الراجل ما عملش حاجه غلط، يعني الراجل بيتكلم كوره ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يسترها. طبعا بالنسبه لمحمد هاني، محمد هاني كان يتكلم معلق مداخله مع ابراهيم فايق، بيتكلم بيقول بيشيد باداء، وده شيء جيد لاعب النادي الاهلي بيشيد باداء وروح اكرم توفيق، فرصه جت وبيلعب وبيأدي بأداء جيد، ومفيش مشكلة واحد لما أداؤه يتراجع يقعد ويراجع نفسه، واحد بيشتغل ولما وده سنة الحياة. قال كان الكابتن أحمد فتحي موجود واشتغلت، وكان بشتغل وبحاول أنافس كابتن أحمد فتحي، النهارده أكرم بيحاول ينافسني على هذا، وكل ده يحسب للنادي الأهلي. النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.